بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ اليوم مع بعض تكملة مقرر السياسات المالية والنقدية. هناخد النهاردة إن شاء الله محاضرة بعنوان التنسيق بين السياستين النقدية والمالية. عرفنا في المحاضرات السابقة السياسة النقدية بأبعادها المختلفة وأثرها في النشاط الاقتصادي، وعرفنا السياسة المالية بأبعادها المختلفة وأثرها في النشاط الاقتصادي. اليوم هنطرح سؤال ونحاول نجاوب عليه في هذه المحاضرة. السؤال: هل السياسة النقدية وهي تسعى إلى تحقيق أهدافها تعمل في معزل عن السياسة المالية؟ أو هل السياسة المالية وهي تسعى لتحقيق أهدافها تعمل في معزل عن السياسة النقدية؟ الإجابة لا، لأن كل من السياستين هما أداتين من أدوات السياسة الاقتصادية. أهداف السياستين يعني هما نفسهم أهداف للسياسة الاقتصادية، وبالتالي يجب التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية عند السعي نحو تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية. التنسيق بين السياستين عندما تسعى الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، يجب أن يتم التنسيق بين السياستين النقدية والمالية. هنعرف دلوقتي ما هي التنسيق بين السياستين وشروط هذا التنسيق، وما هي الأسباب التي ساهمت في ضرورة التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية. بداية، مفهوم التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية. طبعا احنا عرفنا ان السياستين هما أدوات للسياسة الاقتصادية اللي بتستخدمها الدولة من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، والدولة وهي تسعى إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية تستخدم مزيج من السياسة المالية والسياسة النقدية. ففي حالات التراجع الاقتصادي، تستطيع الدولة أن تلجأ إلى السياسات الاقتصادية النقدية والمالية التوسعية، خلي بالك التوسعية، لتقصير فترات التراجع وتقليل حجم البطالة الدورية. أما في حالات الرواج الاقتصادي بتستخدم الحكومة مزيج انكماشي من السياسة النقدية والسياسة المالية لتهدئة الاقتصاد والسيطرة على التضخم. وكما هو معروف فإن التضخم الاقتصادي يكون مصحوب في كثير من الأحيان بنمو الإنتاج والعمالة. ولهذا يكون التحدي أمام الحكومة في كيفية تنسيق السياسة النقدية والمالية معا لمكافحة التضخم، وفي نفس الوقت المحافظة على نمو صحي للنشاط الاقتصادي. يعني ازاي همزج ما بين السياسة النقدية والمالية عشان أحارب التضخم، وفي نفس اللحظة عايز أحقق معدل نمو اقتصادي مطلوب؟ لسوء الحظ غالبا ما تكون هناك تكلفة اقتصادية لهذه السياسات، فتخفيض معدل نمو عرض النقود للسيطرة على التضخم قد يرفع أسعار الفايدة بشكل كبير، مما يؤثر سلبا على الاستثمار والاستهلاك. الأمر الذي يحول دون نحو حالة من الركود، أو يحول الاقتصاد نحو حالة من الركود. ولهذا ونظرا للتعارض بين تحقيق أهداف السياستين، في تعريف شامل ومبسط للتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، هو أن التنسيق هو ذلك التفاهم الذي لابد أن يكون بين القائمين على إدارة الدين العام ومستشاري السياسة المالية العامة ومسؤول البنوك المركزية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية. يعني يجب أن يكون في التفاهم بين القائمين على السياسة المالية وبين القائمين على السياسة النقدية. خلاص؟ يعني التنسيق ممكن نعرفه بطريقة تانية، الآلية التي يتم من خلالها التفاوض بين السلطة المالية والسلطة النقدية. خلاص، بغية تحقيق أفضل نتائج مرجوة من السياستين النقدية والمالية، وخلق الإطار الملائم لتفعيل كل من السياستين. طيب، أهمية التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية. ليه بنسق ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية؟ التنسيق بيفيد في توجيه التنسيق بيفيد في ايه؟ في تحقيق الأهداف الاقتصادية. يعني العمليات النقدية والمالية هي وسائل فعالة في تحقيق
أو من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تبغاها الدولة. وبالتالي التنسيق ده أمر ضروري وملح لتفادي المشاكل الاقتصادية. من بين الأسباب التي ساهمت في ضرورة تداخل وتكامل السياسة النقدية مع السياسة المالية وجعلت التنسيق أمر ضروري، إيه هي الأسباب اللي جعلت التنسيق بين السياستين ضروري؟ توجيه الانتقاد للسياسة النقدية في دورها بضبط العمل المصرفي. توجيه الانتقاد للسياسة النقدية في القيام بدورها في ضبط العمل المصرفي. فعندما تبالغ في تمويل نفقات القطاع العام عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفي، لما الدولة أو السلطة النقدية أو البنك المركزي يبالغ في حجم القروض الموجهة من القطاع المصرفي للقطاع العام، خلاص القروض دي دين، خلاص لما نبالغ فيه يبقى بنؤدي إلى زيادة المشاكل الاقتصادية في الدولة، ممثلة في زيادة الدين وأعباء الديون وتكلفة الإيه وتكلفة الدين. كما قد يوجه اللوم للحكومة عندما تلجأ إلى تمويل نفقتها من خلال النظام الضريبي، لأن هذا يعني أنه تم توجيه اللوم إلى السياسة النقدية في الحالة الأولى وإلى السياسة المالية في الحالة الثانية، وهذا ما يتطلب عدم التركيز على سياسة دون أخرى. ده أول سبب. يبقى ممكن من أسباب التنسيق أن أنا ممكن ألوم السياسة النقدية عندما تبالغ في تمويل نفقات القطاع العام عن طريق الاقتراض، كما يمكن أن أنا ألوم السياسة المالية أو الحكومة عندما تلجأ إلى تمويل النفقات من خلال النظام الضريبي. يبقى أنا لومت السياسة النقدية ولومت السياسة المالية، الأمر اللي بيتطلب معاه عدم التركيز على السياسة دون أخرى. اتنين من الأسباب اللي ساهمت في ضرورة التكامل بين السياستين، بيقول لي يجب استخدام السياسة النقدية للتحكم في الكتلة النقدية المتداولة، حجم النقود المتداول، ولكنها غير كافية لتحقيق ذلك، إذ لابد أن يتم استخدام السياسة المالية وسياسة الأجور والأسعار والدخل، طالما أنه اشترط لفعالية السياسة النقدية في إيجاد موارد مالية ضرورية للاستثمار عن طريق الاقتراض. وبالتالي أن يكون الأفراد على استعداد لقبول مستويات أسعار فايدة مختلفة ودرجة منافسة للاستثمار الخاص. ويعني هذا ضرورة الاعتماد على السياسة النقدية لتشجيع الاستثمار والتحكم في معدل الصرف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. السبب الثالث، عندما لا يكون العمل للسياستين واحدا وفي نفس الاتجاه، النتيجة هو حدوث اضطرابات اقتصادية. إذا ما قامت السياسة المالية على حدة وسلكت السياسة النقدية طريقا مخالفا مستقلا. من الأسباب أنه لا يمكن للسياسة النقدية بمفردها أن تتحمل أضرار والصدمات في مكافحة التضخم، بل لابد أن تتكامل مع السياسة المالية. خلاص؟ تمام. ما هي شروط التنسيق بين السياسة النقدية والمالية؟ الشرط الأول وضوح السياسة النقدية والمالية، حيث يجب أن تكون كل من السياسة النقدية والمالية واضحة وموضوعة بدقة، حتى تستطيع كل من السلطة النقدية والمالية أن ينسق فيما بينهم حتى لا تعرقل أي سياسة عمل السياسة الأخرى. اثنين، المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ السياسات، المشاركة الكاملة في صياغة وتنفيذ السياسات، حيث يتطلب التنسيق بين السياسيين مشاركة كاملة بين السلطة النقدية والسلطة المالية في صياغة وتنفيذ السياسة والرقابة على تأثيرها. طيب، ده بالنسبة للشرطين الأساسيين للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية. بعد كده هننتقل إلى معرفة العلاقة التبادلية بين السياسة النقدية والسياسة المالية. علاقة السياسة النقدية بالسياسة المالية، هنقارن بين السياستين النقدية والمالية، نميز بينهم ازاي، كيف يتم التمييز بين السياسة النقدية والسياسة المالية. في بعض الضوابط النقدية التي لها علاقة وطيدة بالسياسة المالية، والبعض الآخر مستقل نسبيا عن السياسة النقدية. طب لو عايزين نميز بينهم، نميز ازاي؟ يمكن التمييز بينهم عن طريق الإجراءات التي تتخذ للتأثير في حجم وتكلفة الأموال اللي بيقدمها الجهاز المصرفي للقطاع الخاص في الاقتصاد.
عن طريق الإجراءات التي تصمم للتأثير في توفير وتكلفة الأموال لتقدم لتمويل أنواع خاصة من النفقات والتنظيمات، من خلال برامج القروض التي تقوم بها الحكومة للتأثير في كمية أو تغيير تكلفة الائتمان المتاح للأنشطة خاصة في القطاع الخاص. ويمكن التمييز بين السياسة النقدية والمالية من خلال معايير: معيار السوق، معيار جهاز وضع السياسة، معيار طبيعة التنفيذ. يبقى في ثلاث معايير أساسية ممكن من خلالهم أميز بين السياسة النقدية. معيار السوق: حسب هذا المعيار السوق النقدية تتكون من إجراءات لها علاقة مباشرة بالصفقات الحكومية في سوق الائتمان. أما السياسة المالية تضم كل الإجراءات التي ترتبط بالصفقات الحكومية الأخرى. معيار وضع السياسة: الجهاز اللي بيضع السياسة النقدية ليس هو نفس الجهاز بالنسبة للسياسة المالية. فعلى سبيل المثال بيدير أمور السياسة النقدية البنك المركزي، وبيدير أمور السياسة المالية وزارة المالية. معيار طبيعة التنفيذ: العمليات المالية بتميل إلى أن تكون واسعة النطاق من حيث الحجم والمدى، وتكون بطيئة ومتصلبة لأسباب دستورية وقانونية، وعموما بتميل الإجراءات المالية إلى أن تكون ذات قيمة بصفة خاصة في تشجيع التوسع الاقتصادي، ولكنها تكون أقل قدرة على إيقاف التضخم، في حين العمليات النقدية تكون محدودة لأنها تنحصر بصورة رئيسية في القطاع المالي، والإجراءات النقدية سريعة ومرنة ويمكن تغييرها في وقت قصير جدا من خلال تغيير نسبة الاحتياط القانوني أو أسعار الفائدة أو الخصم. ويمكن حصر أوجه الاختلاف بين السياستين المالية من خلال تأثير كل منهم في الطلب الكلي. فالسياسة المالية بتؤثر على الدخول ثم على الإنفاق، يعني على الطلب الكلي تأثير مباشر يتحدد من خلال تغيير الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري والضرائب والإعانات الحكومية. أما تأثير السياسة النقدية على الدخول بيكون بصورة غير مباشرة، حيث أن الإجراءات النقدية اللي بتتخذها السلطة النقدية بتؤثر في تغيير حجم الائتمان، وبتنعكس في النهاية النشاط الاقتصادي ثم على الإنفاق والطلب الكلي. ففي طبعا أمور كتيرة بالنسبة للفرق بين أو التفرقة ما بين والتمييز بين السياسة النقدية زي ما قلنا والسياسة المالية. طبعا الفجوات الزمنية برضو لها دور في التأثير على السياسة النقدية والسياسة المالية، ومن ثم يمكن التمييز ما بين السياستين من خلال الفجوات الفجوات الزمنية. وفي رسم بياني بيوضح لنا الفجوات الزمنية اللي ممكن من خلالها نميز بين السياسة المالية والسياسة النقدية، حيث أن تأثير وسائل السياسة المالية والنقدية في تحقيق الأهداف الاقتصادية يعتمد إلى حد كبير على حسن توقيت واستخدام تلك الوسائل بصورة فاعلة متكاملة. واللجوء للسياسة النقدية وحدها قد لا يكون مجدي لتحقيق الاستخدام الكامل في فترة الركود. كذلك الحال بالنسبة للاعتماد الكلي على الوسائل السياسة المالية لا يكون مجدي، إذ لم يرافقه إجراءات مكملة على صعيد السياسة النقدية والتجارية. التفاعل ما بين السياسة النقدية والمالية في معالجة المشاكل الاقتصادية. التفاعل بين السياستين طبعا في تفاعل بيتم بينهم عندما نعالج مثلا التضخم، عندما نعالج مثلا قضية البطالة. فعلى سبيل المثال إذا كان الاقتصاد يعاني من تضخم ممثلا في قصور جانب العرض الكلي من سعر الخدمات عن الطلب الكلي، خلاص الدولة بتقلل من حدة التضخم ده من خلال إجراءات وتدابير بتحاول من خلالها الوصول إلى التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي. وهنا تتولى السلطة المالية والنقدية معالجة هذه القضية باتباع سياسة انكماشية. فتقوم السلطة النقدية بتخفيض حجم السيولة وحجم المعروض النقدي من خلال رقابة الائتمان اللي بيقوم به البنك المركزي، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية في تقليص حجم الائتمان المصرفي، مما يؤدي لتقليص حجم الإنفاق أو الطلب الكلي. كما تقوم الحكومة بتقليص القروض الحكومية الموجهة للأفراد بهدف تقليص حجم السيولة أو المعروض النقدي، مما يؤدي لتخفيض حجم الإنفاق الاستهلاك والاستثماري، يعني الطلب الكلي. ده في حالة إذا كان هناك تضخم. كمان لو احنا هنمول عجز الموازنة العامة برضو بنستخدم السياستين في تمويل عجز الموازنة العامة. ممكن السياسة النقدية تتدخل من خلال القروض المقدمة، وممكن السياسة المالية تتدخل برضو في هذه الحالة. ونحاول ازاي بنعالج عجز الموازنة العامة. فمثلا اذا كان الاقتصاد في حالة ركود
تلجأ الدولة سياسة مالية توسعية عشان نقضي على الانكماش. خلاص، فلو لجأت الدولة إلى تمويل العجز من خلال القرض وإصدار سندات أو أذون خزانة، ها، فإنها لا تكون في حاجة إلى زيادة العرض النقدي، ولكن مع زيادة الإنفاق الحكومي بيزيد الدخل القومي من خلال مضاعف الإنفاق، ومع زيادة الدخل يزيد الطلب على النقود بغرض الإيه؟ المعاملات. فلو ظل العرض النقدي ثابت، ده من شأنه بيرفع سعر الفايدة وبيمارس أثر انكماشي. بعكس الحال إذا ما تم تمويل العجز بإصدار سندات وبيعها للبنك الإيه؟ المركزي. طيب، ما هي الآثار المتبادلة بين السياسة النقدية والسياسة المالية؟ الآثار النقدية للسياسة المالية، عشان نوضح الآثار النقدية للسياسة المالية أو العلاقة العملية بين السياسة النقدية والمالية بشكل أفضل، بندرس العلاقة بين عجز الموازنة ومصادر تمويل هذا العجز. الحكومة يمكن أن تؤثر ليس فقط في حجم الموجودات المالية والحقيقية اللي هي الأصول المالية والحقيقية اللي يحتفظ بها المجتمع، وإنما في تركيب هذه الأصول. بيتولد عن هذا الأمر أو بيتولد ذلك عن طريق سياسة الاقتراض الحكومية وعن طريق استعمال الحكومة للنقد الحاصل من فائض الضرائب. يعني لو هنمول العجز من خلال القروض، يبقى هنا ممكن السياسة النقدية تؤثر في الإيه؟ في السياسة المالية، في السياسة الإيه؟ المالية. طيب، في حالة العجز وعدم كفاية الإيراد، بنمول، نشوف بقى التمويل هيتم إزاي. لو عن طريق النقد زي ما قلنا، يبقى بندخل بالسياسة الإيه؟ فإذا قامت الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي مثلا بهدف تمويل عجز الميزانية، خلاص، يؤدي هذا الإنفاق إلى زيادة دخول الأفراد، وبالتالي زيادة حجم الودائع لدى البنوك، البنوك التجارية، هيزيد قدرة البنوك على الاقتراض ومنح الائتمان. خلاص، وتوسع المصارف في منح الائتمان بيؤدي لزيادة عرض النقد. خلاص، وبالتالي لا يوجد فرق جوهري بين قيام الحكومة بالقرض من البنك المركزي أو عن طريق الإصدار النقدي اللي بيتولاه البنك الإيه؟ المركزي. طب ولو قامت الحكومة بالاقتراض من البنوك التجارية، خلي بالك أن الحالة الأولى هتقترض من البنك المركزي، الأمر هيؤدي في النهاية إلى إيه؟ إلى زيادة المعروض النقدي. ماشي كده؟ هيؤدي لزيادة المعروض الإيه؟ النقدي. طب لو قامت الحكومة بالقرض من البنوك التجارية، الاقتراض من البنوك التجارية تمويل العجز، هناك احتمالان. فإما أن يكون الاحتياطي لدى البنوك في وضع يستطيع فيه تلافي حاجة الحكومة للأموال دون الحاجة إلى تقليص قروضها للقطاع الخاص. يعني إيه؟ يعني البنوك التجارية لديها احتياطي لدى البنك المركزي بيغطي حاجة الاقتراض المطلوب لتمويل عجز الموازنة. خلاص؟ طب لو الاحتياطي مش كافي، هنسحب بقى من الودائع الموجودة لدى البنوك ونغطي العجز في الموازنة العامة للدولة. وهنا الإشكالية اللي بتؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الإيه؟ العامة للدولة. ده الأمر الخاص بالأثار المتبادلة للسياسة النقدية والسياسة المالية. وطبعا هذا الموضوع ممكن نتكلم برضو عن حالة تانية اسمها حالة فائض الموازنة العامة للدولة. لو في فائض، طبعا الأمر برضو بيتوقف على استعمال الفائض. استعمال الفائض لو استعمل لزيادة نقد الخزينة في البنك المركزي، خلاص، فإن عرض النقد بينخفض لانخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنوك التجارية. وإذا استعمل الفائض في زيادة الودائع لدى البنوك التجارية، عرض النقد يرتفع. وإذا استعمل الفائض تقليص ديون الحكومة، ها، يبقى هنا بنحاول ان احنا نعمل ايه؟ نخفض العجز في الموازنة العامة للدولة. فاذا امر الفائض برضو بيتطلب التنسيق بين السياسة النقدية والمالية، وامر العجز بيتطلب التنسيق بين السياسة النقدية والايه؟ والمالية. طيب، ايه الاثر المالي للسياسة النقدية؟ لو قامت السلطة النقدية، الأثر المالي للسياسة النقدية، لو قامت السلطة باستخدام السياسة النقدية لمكافحة التضخم، ده الأمر ده بيؤدي إلى إيه؟ ارتفاع سعر الفايدة. وارتفاع سعر الفايدة بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى ارتفاع سعر الفايدة، إلى تقليص حجم الإيه؟ الائتمان. طب تقليص حجم الائتمان، تقليص الاستثمار، تقليل الإنتاج، تقليل الإيه؟ الإنتاج، ارتفاع مستوى العام للأسعار. يبقى ممكن نستخدم الأثر المالي للسياسة النقدية بما يؤدي في النهاية إلى
ارتفاع المستوى العام للأسعار، وهذا الأمر يؤثر سلبا طبعا على تراجع النمو الاقتصادي، وبالتالي التأثير على الطلب الكلي. وبالتالي يجب أن تهدف كل من الستين إلى تحقيق الأهداف بما يؤدي إلى المصلحة الخاصة أو المصلحة العامة للدولة في حدود القضاء على التضخم وعلى البطالة وعلى المشاكل الاقتصادية المختلفة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.